يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. كنا من شويه بنتكلم معاكم على المبادره اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه المتعلقه بموضوع الدراجات، ومعانا على التليفون عشان نتعرف من خلال مكالمتنا معاه على كل التفاصيل الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. صباح الفل يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة، صباح الخير عليك يا أستاذ كريم وعلى الأستاذة نهواند، وعيد سعيد عليك وعلى كل المشاهدين والمتابعين، ومبروك الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي. نشكرك جدا يا فندم، ويعني كمان احنا متشكرين على التواصل مع حضرتك مع سيادة الوزير، وحابين بقى نعرف تفاصيل المبادرة، مبادرة درجتك صحتك. أعتقد هي من المبادرات الجيدة جدا كمان لفئة كبيرة من المصريين، دي نقطة. النقطة الثانية عايز أتكلم مع حضرتك برضو عن هنا الوزارة كانت أطلقت برضو حملة أخرى وهي جاهزين للتحدي في 30 يوم، ده طبعا لتشجيع الرياضة أو ممارسة الرياضة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر فندم من حضرتك، تفضل. الأول يمكن المرحلة الثانية من مبادرة درجتك صحتك هتنطلق يوم الخميس المقبل، يوم 6 أغسطس، وده هيكون الحجز متاح لكل الجماهير أو لكل المواطنين على مستوى الجمهورية من خلال الموقع الخاص بوزارة الشباب والرياضة أو بوابة مصر للشباب والرياضة. المرحلة الثانية هنستهدف فيها توزيع 1400 دراجة بالنوعين اللي احنا عرضناهم في المرحلة الأولى، وهي الدراجة الجبلي واللي سعرها 1900 جنيه، ودي بتكون أكتر بيستفيد منها أكتر، يعني بتناسب جميع فئات المجتمع بجميع الأعمار السنية. أما العجلة الهايبردو اللي بيبقى عجلتها رفيعة شوية دي بتناسب أكتر الرياضيين، وده بيكون سعرها 2362 جنيه. احنا هناخد الاسعار من حضرتك يعني علشان ما حدش بقى يعلي في السعر، هناخده من حضرتك والناس تبقى برضو عارفاه دي الاسعار اللي هيتم طرحها، ودي الاسعار المعتمده رسميا واقل من سعر السوق العادي. تعاون كبير ما بين وزاره الشباب والرياضه والهيئه العربيه للتصنيع اللي صنعت الدراجه بدرجه كبيره مصريه بنسبه 100% زي ما قال الفريق عبد المنعم الطراز. وكمان هناك رؤى مختلفة ودراسة كمان مختلفة، هنستهدف توزيع درجات أكتر خلال المرحلة المقبلة. عايزين كل الناس تمارس رياضة، عايزين كل الناس تركب عجل، وزي ما قال سيادة الرئيس احنا عايزين تكون الرياضة هي سمة خاصة للشعب المصري، عايزين نخلي الرياضة أو نخلي الشعب المصري يمارس رياضة، وإن شاء الله من خلال وزارة الشباب والرياضة نقدر نوسع قاعدة الممارسة الرياضية وتكون الرياضة أسلوب حياة لكل المواطنين المصريين. إحنا بنتمنى ذلك وبنقول الكلام ده كمان لنفسنا، وأعتقد كريم من أول إن شاء الله أول بس بالمبادرة تتفعل يا فندم الفترة الجاية حضرتك هتشوفني أول الناس. أتمنى بس إن أنتوا تقدموا على موقع وزارة الشباب والرياضة وتبدأوا تحجزوا الدراجة ونركب الدراجة، وإن شاء الله تيجوا البرنامج بالدراجة كمان يبقى دعاية للناس. نشكرك جدا جدا دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. بجد حلوة المبادرة دي، وعلى فكرة ناس كتير بجد هتستفيد منها على فكرة على أكتر من مستوى وعلى أكتر من صعيد. يعني طبعا الجزء أو الشق الرياضي والصحي مش محتاجين نخوض فيه وأهمية ممارسة الرياضة، كمان حتى على صعيد المواصلات وتوفير الوقت وتوفير النفقات هتعمل شغل كتير، يعني كبير مع الناس اللي كمان أشغالها إلى حد ما قريبة من أنا بتفق السكن. معاك بس لو نبقى واقعيين يعني أنا شايفة في الصيف هيبقى صعب، لأن أنت عشان تركب العجلة بتاعتك من مكان بيتك لغاية شغلك أنت هتبقى أنا بقولك على حسب بقى إيه، أنت شغلك هاو فار من البيت يعني قريب إلى أي درجة. في ناس أشغلها الناس المحظوظة تحديدا شغلها قريب من البيت، شايف حساك كده بتلمح. لا أنا مش هقدر، لو هنتكلم على النقطة دي أنا مش هستفيد لأن أنا في آخر الدنيا. على ما أوصل لك للدرجة أقول على وشك الوفاة وهيعلقوا لي بحاليل وجلوكوز وحاجات زي كده. بس هي مبادرة بجد قيمة ومحترمة جدا.